اهم شيء يسمعون مطبخ جاهزين على عباره عن موضوع بس قاعد عزيز سؤال لاي ثانيه بس لاي ثانيه عزيز الأغلب إذا مو الكل يعني مواظب على صلوات الجماعة، فهذا بالفعل شيء يفرح، وكان زين أن تكون بداية الانطلاقة من هذا المكان، أن أنت بالفعل انطلق من هذا المكان لانتقال حياة أخرى، حياة ثانية. فهذا حبيت الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، مهم أن تتحملون المسؤولية. يعني هذا الجيل قاعد يتحمل المسؤولية، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، بحيث في أناس يتحملون المسؤولية على مستوى إقامة المنتزه، كذلك على مستوى نفس الحضور. يعني بس بمجرد أن الإنسان يحضر وهو قاطع له مسافة 3 ساعات 4 ساعات ويشجع بعض الإخوان، ترى هذا من ضمن مساهمة. الحمد لله الرحلة كانت جدا موفقة وجميلة وحلوة، ومكان جميل وأجواء حلوة ويا الشباب والشيخ يعطيهم العافية، ما يقصروا بشيء. المكان كله كان مريح، السكن، الأكل، ما شاء الله، يعني خدمة كانت جميلة. إن شاء الله خوش، يعطيكم العافية. خوش مكان، المكان وايد حلو، الشباب ما قصروا بالتنظيم والتجهيزات والتنظيف، ومشكورين على الحضور. وأهم شيء إن شاء الله ما نكون تعبنا الشيخ وابو اسكندر مرافق الشيخ في رحلة طويلة. سنة ممتاز جدا، من مكان، من شغل، من تنظيم، يعطيهم العافية شباب كلكم، والشيخ يعطيه العافية، والحمد لله يعني شنزلنا يومين بس استانسنا يعني الحمد لله. هيدر ابو اسكندر، ايش رايك بالشارع ورحلتك مع الشيخ الأمريكا؟ خوش شاليه، الحمد لله، هذه الشغلات البوجه كلها نفسها، يعني اللي ما يطافه هني أجواء الإيمانية والشباب والشوي والطائرة، يعني كلها 3 أيام تقولي هومورك، عندك عطلة، تعال استانس، لاحق على الهومورك، وهذا يجيب هومورك جنين حلو ياك السعد، واستانسنا والله. يعطيكم العافية، الله يوفقكم إن شاء الله وتتخرجون وتتوفقون. وأنا أعدتوني إلى 30 أو 25 سنة سابقا كنت في أمريكا أيام الدراسة، في واقع ذكرتوني بذكرياتي القديمة، وأشكركم وأشكر جميع الأخوة. يوم يومين زي مختصر بس جدا جدا استمتعت بالمخيم معاكم، من أكل، من شوي، من طلعة، من لعب، من سباقيات، من قلاي، من فحم، من تبخر، من بريال، وايد استمتعنا والله. عدنا وياكم في السنوات القادمة، ولو أدري أنا ما راح أكون، لأن جاي أنا مرافق مريض معي دراسة هني، ولكن أتمنى أني أكون معكم صراحة. العافية شباب، كل اللي حضروا
سامحونا على اي قصور يعني اتمنى ان ادينا العينه ساعات تصير مثلا شغلات نتاخر بشيء ولا شغلات تغير من الجدول لكن في بعض الظروف ساعات احنا نسوي الشغله يعطيكم العافيه ما من قصور وحش الملتقى وحش ونتمنى نشوفكم كل الملتقيات الجايه ان شاء الله يعطيكم العافيه الله